من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم أمن من لجأ والتجأ إليكم سادتي فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل غريب يا مظلوم كربلاء. ولزينب نوح بفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأجريها طلات الأدمع اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي اليوم قادوني بذل اليوم قادوني بذل يا أخي والساط آلمني وأطفالي معي أخي ما لك عن خواتك معرض والحال منك بمنظر وبمسمعي أخي ما عودتني منك الجفا فعلام تجفوني
وتجفو من معي أنعوهم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنابس كسر ضلعي فأجابها من فوق عالية القناة قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتفقدي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي قالت أنا بروحي لباري لك أطفالك وبنفسي لسكت لك أعيالك ولو الموت ما أخذني بدالك فديتك وترجع على عيالك لكن أبو علي إذا بدأ تقصير ترى مو بزينب من عين زينب قر عيننا أبا عبد الله لكن ترى الخيم يا حسين محروقة وأنا هود علي راسك راح للكوفة وصدرك رضض التلخ رضيت بليلة العشرة وشدايدها ولا دامت وشب مرت علي الليال مني العين ما نامت وين النوم والقعدة وهاي أطفالكم هامت شي فرت من الدهشة وشي عندي تعجب الويل يا علي بنصف الليل يا ابن أمي ولن طفلة فقدناها اطلعت وحدي أدورها ولا أدري وين ملفاها تدري وين يا ابن أمي عقب شدة لقيناها ممتدة بكتر جسمك ومدمعها على خدايسي وجبتها وياي للخيمة وللنختك تناديني يا زينب قومي دوري وياي فروا وين طفليني طلعنا نحوم بالوادي ولا توجد الدرب عيني ولن وجوههم لا حياة علي تقول نجم سين شو سالف لك يا بعد الروح ودهر الشام وازاني وهضم الماجر ولا صار في المخلوق رواني انا شفتهم يا الولي ميتين واحد حاضر الثاني الكبير على الصغير احنا يضم عن وحشت الليل وإلى الخيمة المحروقة جبتهم يا عديل الروح وضجت عائلتك يا حسين كلها بالبكي والنوح وقطرة ماي ما عدنا وعليلك بيننا مطروح واطفال الفقدناها دفناها بلا تغسيل لكن تمنيت يطول الليل ولو هالحالة القشرة الصبح 11 من عاشور ليت ما بزغ فجرا مطر النور
جاتني جنايزكم على الغبرة وانا متمرمرة بليتام والحادي يصيح انشي ولكن الامر لله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالمي آل بيت محمد. على ظالميهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى قيام يوم الدين. قوله جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله. هذا النص الشريف كما يرى أصحاب الفن وهم المفسرون يكشفون عن حقيقة وجودية لازمة لهذا الإنسان في سيره التكاملي. وعلى هذا يعني بما أنها حقيقة وجودية لازمة، على ذلك أنها بتعبير الروايات والآيات سنة من السنن، سنة الله. وبتعبير على كل حال فقهاء القانون الوضعي أنها كاشفة عن قانون. كيف عرفوا ذلك وعينوا؟ قالوا لوجود الشمولية والعمومية التي لم توفر أحدا من الوقوع تحت طائلة هذا النص الشريف. هذه الحقيقة. بدأت بمخاطبة شمولية: يا أيها الإنسان. الإنسان أنا إذا كنت أصلح على كل حال، لأن تنطبق علي معالي الإنسانية على كل حال، لكن مدام عند رجولين يمشي عليهما ويدين ووجه على كل حال كما هو في شكل، فهو واقع تحت هذا الخطاب. ليش واقع تحت هذا الخطاب مع أنها خاطبت المفرد؟ قالوا لوجود التحلية بالألف واللام. الإنسان تعني الشمول الجنس القابل لانطباق هذا المعنى عليه. زين، لكنهم اختلفوا في ماهية وحقيقة هذا القانون والسنة. ليش؟ قال بعضهم: فملاقيه الضمير فيها يعود على لقاء الله سبحانه وتعالى.
وهذا على كل حال تفصيل لتعبيرنا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه حقيقة لا يمكن على كل حال أن توفر أحد. أشرف البشرية وقع تحت طائلة هذا القانون وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخوطب إنك ميت وإنهم ميتون، وبالفعل مضى عن هذه الدنيا إلى لقاء ربه. تقول الزهراء: فمحمد من تعب هذه الدار في راحة، قد حف بالملائكة الأطهار بجوار الملك الجبار. هذه حقيقة على كل حال ما يمكن أن يخرج عن نطاقها أحد. لكن الحقائق بعضها تشريعي وبعضها يعبرون عنا بالوجود التكويني. هالتكوين هذا شامل لكل الكون ترى، ليس للبشر فحسب. بسم الله الرحمن الرحيم: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، يعني منكفئة متضامة متكتلة، أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. وتوسعنا على كل حال، صارت الأعداد وصارت الأشجار وصارت الثمار وصارت الجبال وصارت الأرض وصارت السماوات وصارت وصارت، وجعلنا من الماء كل شيء حيا. هذا الكون مآله إلى وين؟ إلى الانكفاء. ليش؟ قالوا لأن معلول، والمعلول بطبيعة الحال بدأ من نقطة ولا بد أن يعود إلى أين؟ إلى علته، إلى تلك النقطة. بسم الله الرحمن الرحيم: يوم نطوي السماء. التفت هناك وقال بدأنا من وين؟ من نقطة شنو؟ التكتل. ما في سماء وما في أرض، لكن فتقناهما. الآن نريد نرجع إلى وين؟ قال: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده. ولذلك القرآن خاطبنا بهالمعنى هذا: يا أيتها النفس المطمئنة. شو تسوون؟ ارجعي. الرجوع معناه شنو؟ معنى انطلاق من نقطة والعود. مو هالشكل؟ انت اذا واحد على كل حال طالع تقول له ارجع، لكن اذا واحد تبغي تدنيه لك تقول له تعال. اذا مو مسبوق من وين؟ من وجود في نقطة معينة. والقرآن يخاطبنا يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن بما أنك معلول والمعلول لا يستغني عن علته في وجوده في بقائه في استمرار هذا البقاء، ولا يبطل إلا ببطلان العلة. وبما أن العلة قائمة فلا بطلان لهذا الإنسان ووجوده. وإنما تنتقلون من دار إلى دار، خلقتم للبقاء لا للفناء. وإنما تنتقلون من دار إلى دار. الشاعر شي يقول:
ولد الناس للبقاء أو وجد الناس للبقاء فضلت أمة يحسبونهم إن فادع. على كل حال في طريقك هذا أنت ساير إلى أن ترجع لمن؟ لله سبحانه وتعالى، كما أتيت من وين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. إذن نقطة البدء هي نقطة الرجوع. القانون الثاني اللي يتكلم عنه البعض أصحاب وجهة النظر الأخرى، فملاقيه يعني أنك عامل هذا العمل خير، ستلقى خير، شر ستلقى شر. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي هو في دنياه بانيها، فمن بناها بخير طاب مسكنها، ومن بناها بشر خاب. ماكو عندك بعد. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. خلنا نوقف على كل حال على مصداق واحد عشناه، هذا المصداق في يوم من الأيام واحد حط الدبابات والمدافع وشكل وقال للحسين أنا حسين، كلمة مشهورة يعني وشكل ولا وانت حسين، ومن هو اللي يغلب؟ وضرب القبة النوراء وراحت أيام بس، وإذا بحسين هذه يطلعون عشيرة الطلعة من قبره وتسحب للكلاب. في الدنيا يعني قبل الآخرة، عذاب الآخرة صوب الله سبحانه، ما نتدخل احنا، ما نتدخل. وربح على كل حال اللي عبده صدام، إلا وقف أحد الشعراء وقال له لولاك ما بزغ القمر، لولاك ما طلع الفجر، لولاك ما نبت الشجر، لولاك ما أكل الثمر، لولاك يا صدام لم يخلق بشر. هذا أبو يعلي شاعر، سحب لسانه ترك، سحب لسانه قتل. على كل حال لو مات ميتة رجال كان يقول ما يخالف يا دخيل الله، واقف على رجائل أمو منبطح وقتلوه رجال، لكن لما طلعوا القمل اللي في لحيته يكفي له سكان بغداد كلها بعد. وتتذكر الملايين، وهالأيام هذه قريبة، الزحف للحسين قريب، وكل واحد يتقلع على كل حال، إلا شاف ولا ما شاف وده يشوف، ولا شاف يقول أنا مالي قلب أبقى بعد. أنا على كل حال أحاول يمين يسار يكون وياهم بعد، ما أقدر رحت العام والسنة ما أقدر ما أروح. والكلام مو هنا يا عمي، الكلام حبيبي بشوف جهال صغار شلون خطاب جماهيري. بروفيسورات حمال كل واحد من منطلق يؤدي لك خدمة ويقول لك شرفني. على كل حال يرحم الله والديه اللي يشرب الشاي واسكي.
عموما وكلهم ما أدريش أعطينهم يعني أعطينهم شي بيزات بعد يعني ما أدري. والكل يقول كلنا نروح لجل حسين. صرخة ورايا مرفوعة بعد بنهدي شفوفنا عباس لأن شفوفه مقطوعة. رايحين يزحفون عن عباس ترى افتح الباب أبو فاضل. لكن شاعرنا يقول العباس يعتذر يقول له أبو علي أنت كلفتني وهذا شرف أصير بواب إلى حضرتك. لكن ما غير أملك العالية اللي أستقبل بها زوارك. أبو علي اسمع لها ترى يا أخوي حسين زواري إجوا من سائر البلدان. اسمع اسمع شو يقول شلون أقدر بلا شفين أستقبلهم بالأحضان. يا أخوي حسين أترجاك دور وين شفيني أو بالراحة يا بعد الروح جر السهم من عيني أريد أشوف زواري يا أخوي شلون تلفيني وأقضي حاجة المحتاج بفضل الواحد الديان. وإذا تقدر تجي لقبري تشرفني يا نور النور لكن زينب لا تجي وياك وحق ضلعمك المكسور. أخاف تشوفني وتسأل عن وعدي بشهر عاشور وأنا منها ومن سكينة يا خويا وش كثر خجلان وأنا منها ومن سكينة يا خويا وش كثر خجلان. ويلي قال لو أقدر زحف جيتك بس اعذرني يا عباس السهم اللي طف عيونك خمد مني الأنفاس. وإذا راسك يا خويا مصاب أنا جثة بلية راس من الرضلة صقب صدري رضيع من ذبح عطشان. وقالي لكن طلبتك طلب يا عباس وادري ما ترد حسين. مربى مربى هذا يا عمي مو رواية احنا نمر عليها بس ما نعطي لها بال. الحسين والعباس والحسن والإمام علي قاعدين بالمسجد أثار الحسين عطش فقال لأبي إني عطشان شافه وإذا طفل صغير قايم رايح إلى أمه مسرع أمه أريد ماي أخي الحسين عطشان. وأنت عندك الرواية على كل حال وتفاصيلها. عطت الإناء طفل صغير خلاه على راسه وجاي يدرج ظل الماء يصبب. علي قاعد يشوف إذا بالطفل قد أطل يتخطى الرقاب والماء يتصبب على كتفيه. قام إليه مسرع ودموع جار يضمه إلى صدره. آخ طلبتك طلب يا عباس و
وادري ما ترد حسين، انا جست بلي راس وراسك من راحت عين. يا خويا تفقد الزوار اذا وياهم. الله اكبر. ام لبنين واخويا محمد وبنتي العليلة يا قمر عدنان. قال لي انا خجلان من امي ومنك يا ابو الاحرار، ما اقدر اشوف ام البنين تقول لي مو انا جبتك فدائي لعبسي، اشوف صدرك سليم ما داست الخيل عباس وصدر ابن البتولة قد رضضته الخيل وكسرته. وش اقول له؟ انا خجلان من امي ومنك يا ابو الاحرار، لكن لانك اغلى من روحي يا اخويا بسأل الزوار. يا زوار العزيز حسين اطلب منكم الاخبار، وقبل امي اخبار حسين وزينب كعبة الاحزان. قالوا اخوك حسين يا عباس ما تتوصف احواله، كفاية السهم المثلث بقوة من الظهر شاله، وعقب عينك اخوك حسين داس الشمال. إلهي تقبل منا الأعمال، لقنا في الدارين خير مآل بحق محمد والآل جماعتي الحاضرين فردا فردا، احفظهم في أنفسهم من يلوذ بهم متعلقيهم، بارك اللهم في أعمالهم، ادفع اللهم أيدي الظلم عنا وعنهم وعن جميع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، اقض حوائجنا، أيد وارحم واحفظ علماءنا ومقدساتنا، شافي جرحانا ومرضانا، فك أسرنا وأسرانا، حقق مطالبنا، ارحم شهداءنا وأمواتنا ومن مات على الإيمان، سيما السعيد من اجتمعنا بسبب، اصعد اللهم إليك بروحه جاف الأرض عن جنبيه، عرف بينه وبين نبيك محمد صلى الله عليه وآله وأره وجهه ليأمن به يوم الفزع الأكبر كما آمن به ولم يره، واخلف على أهله وعقبه في الغابرين، وعندك نحتسبه يا رب العالمين. ورحم الله من يقرأ لروحه وأرواح المؤمنين والمؤمنات سورة المباركة الفاتحة، قبلها صلوات على محمد وآل محمد.